ومعانا الدكتورة هبة واصل، الأمين العام لحزب المصريين الأحرار. دكتورة هبة مساء الخير. مساء النور يا فندم. البيان واضح وجلي بالنسبة للمتابعين من خلال قراءتنا السريعة ليه من شوية، لكن أكيد في تفاصيل أكتر داخل هذا البيان. والله خليني أكلم حضرتك. طبعا إحنا كقيادات الحزب كل اتقسمت القيادات بتوجيهات من الدكتور عصام خليل وباقتناع كامل من كل قيادي داخل الحزب بترشيحنا لسيد رئيس الجمهورية كمرشح رئاسي محتمل. وأنا هتكلم عن الجزء الثاني في البيان اللي هو إن المصريين الأحرار مهتم جدا في المرحلة دي للوقوف للإعلام المعادي، لأن تلاحظ في الآونة الأخيرة صدور بعض من البيانات المغلوطة. يعني خليني أقول لحضرتك، هي لو بيانات صحيحة المصريين الأحرار مش هيعلق عليها، ولكن لما تبقى بيانات مغلوطة فهي بتستهدف حقيقي يعني تضليل المواطن المصري. ومن هنا في جزء من البيان صرحنا وقلنا ان احنا هنقف بالمرصاد للاعلام المعادي، فلكل حزب الحريه في اختيار مرشحه الرئاسي المحتمل، ومن حق حزب المصريين الاحرار ان يقف بحملات توعيه على مستوى الشباب والمراه والرجال وكل مصري ومصريه لتصحيح تلك المفاهيم. وكمان لابد ان احنا نعرض الانجازات اللي تمت من 2014. خليني اقول لحضرتك وحدي نبذه عن قصه الاعلام المعادي لان انا مهتميه بيها جدا. تمام. من ضمن انجازات السيد الرئيس مثلا قناه السويس الجديده. الاعلام المعادي عرضها على انها ترعه. طيب، وابتدى تضليل المواطن المصري، ولكن بعد مرور عدد من السنوات احنا شفنا النتائج، لان العبره بالنتائج بالنهايه. مظبوط. هكلم حضرتك عن في 2014 لما كان في عدم استقرار امني لكل المصريين، ومش هتكلم واقول الجماعات الارهابيه خربت قد ايه في مصر. انا بس عايز ارجع لنقطه مهمه حضرتك ذكرتيها، وهي حملات التوعيه للشباب وللمراه وللاسر المصريه. صحيح، ده مهم جدا. الاليات كل حزب سياسي من المفترض. الاليات يا دكتوره هبه، يعني بتعملوا الأليات ايه؟ الاليات خليني اقول لحضرتك من ضمن برضو التصريح اللي تم من حزب المصريين الاحرار انه اعلن عن فتح الباب لانضمام شخصيات عامه اضافه الى الشخصيات العامه اللي موجوده في الحزب. الشخصيات العامه دي ليها دور وطني وليها دور يعني توعوي، فمن ضمن تلك الشخصيات العامة دكاترة من الجامعات، دكاترة متخصصين في علوم الاقتصاد، دكاترة متخصصين في علوم السياسة، في تفسير كل حدث وما يعني وما يقابله من تصريحات من الإعلام المعادي وهكذا. دي أدوات. ده دور أي حزب سياسي بعيدا كمان عن حملة السيد الرئيس. يعني الدور ده إحنا بنقوم بيه أثناء حملة السيد الرئيس وقبل حملة السيد الرئيس. انضمام الشخصيات اللي حضرتك أشرت ليها دي أدوات. بتعملوا إيه بقى؟ بتعملوا مثلا مؤتمرات، بتنزلوا مثلا جامعات. حضرتك برضو بمناسبة إحنا بنعمل إيه المؤتمرات، يعني أنا أسفة أن أنا أقول ده، المؤتمرات شيء مهم، ولكن مش هتقدر توصل بالمؤتمر للمحافظات والنجوع والقرى والكلام ده. جميل. فإحنا بننزل بحملات توعوية من داخل مقرات الأحزاب والشباب المسؤولة داخل كل محافظة وداخل كل قرية وداخل كل مركز. أيوة. مهم قوي إن إحنا نقدر نخاطب الشعب المصري بالمفاهيم اللي عنده. هو لازم يطلع الأول إيه المفاهيم، إيه التحديات اللي بيمر بيها، ونقدر نوضح الرؤى بالواقع. يعني إحنا بنتكلم النهاردة زي ما قلت لحضرتك قناة السويس، أنا جبت الإعلام المعادي قال إيه، وجبت الحدث، وجبت النتائج على أرض الواقع وإيرادات قناة السويس شكلها عامل إزاي وهكذا. المحافظات والإعمار، ويقول لحضرتك بيبني في يعني بيرمي في الرملة ويوي. طيب لازم نوضح، والله المحافظات دي لاستيعاب زيادة 2 مليون مصري سنويا. بدون تلك المحافظات ممكن حضرتك تقول لي مصر كانت هتستوعب المصريين والزيادة دي ازاي؟ يعني بتردوا بالأرقام في كل حاجة. بنرد بالأرقام والواقع. والواقع. لأن في الآخر خد بالك المصري ذكي جدا. كل التقارير على مستوى العالم بتلاقي اللي بيسافروا بره رئيس مش عارفة جامعة ايه، هيئة ايه مصري. المصريين أذكياء جدا. فلابد ان هم يتعرفوا على الحقائق، فده مش دور بس مصريين الاحرار حقيقه، ده دور كل حزب سياسي المفروض موجود على ارض الواقع. مظبوط. المرحله اللي جايه اكيد هيكون الشغل فيها اكتر شويه. خليني اقول لحضرتك هي المراحل كلها مدروسه دراسه جيده جدا.
قصة أكتر أو أقل، لأ إحنا كل مرحلة بنديها حقها. تمام. فهي كل أنا مرحلة بيتم يعني العمل بيها أقصد وفقا وما دايما هو مخطط له. والحقيقة مش عشان يعني إعلاميا، السيد الرئيس إحنا مديونين ليه، كلنا مديونين، كل مصر مديون ليه. كل مصر مديون للسيد الرئيس طبعا. الدكتورة هبة واصل، الأمين العام لحزب المصريين الأحرار، أنا بشكر حضرتك جدا لوجودك معانا في التاسعة وإلقاء الضوء على برنامج الحزب وبيشتغل إزاي على أرض الواقع.